السلام عليكم. دلوقتي عايزين نغير اللاندسكيب ونزود مية، فأقول له هنا أنا عندي اللاندسكيب، وابدأ اختار أي واحدة فيهم بحيث تقدر إن أنت تحفر أو تزود التضاريس، زود الارتفاع بتاعتها. أجي هنا أقول له أنا عايز أبدأ أحفر، نغير البرامتر زي ما احنا عايزين، والشيب ممكن تختار أي شكل منهم، وأبدأ أقول له أنا عايز أحفر. الشكل دوت تمام. وبعد كده هقول له فعل لي المحيط بالشكل دوت، تقدر تغير الارتفاع بتاعه زي ما انت عايز. وتقدر هنا تختار شكل المياه هيبقى عامل ازاي. نقدر نيجي هنا في الوزر فنخلي فيه المطر مثلا بالشكل دوت، ممكن نيجي هنا نقول له احنا عايزين نزود جزء معين، فيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت، أرض مثلا معينة، أو تقول له أنا عايز أحفر بالشكل دوت. تقدر تغير المقاس بتاعك، الشكل ده.